هذه لي عربيات جوا في التأمين شارع المطار. السواق ران علي قال لي تعال خذ جوا عشان الحرم. من خشيت جوا بعد ربع ساعة إلا الجبين جايين صاروا طب وطخ علينا شربنا اشرد اشرد. المهم مسكونا لما مسكونا وين مدونا أخذونا ولا تمونا على السريع على هوا اللي شوف والطلب أخذونا على المطار جوا على المعبر صاروا يودونا من غرفة لغرفة ليه جايين كنا المحلين عربيات تأمين وإن سيارات تأمين بدنا إيش استلمهم صاروا ينيمونا لتمونا صاروا خبطوا فينا كتافي هذولا صاروا ينيمونا على شو اسمه على الكركار صاروا يطلعوا علينا بابواتهم الله يعزك صاروا يشخوا علينا نقول تبعهم حرام مش صاروا يقولون اغلطوا على الحكومه اغلطوا على الصمار بدنا نغلط ايش اللي يقولون عشان ما يغلطناش ضخوا اثنين هناك في رجليهم مش عارف وين اخذوهم وبعد يوم صاروا يودونا على المتفهد يعني ودونا بيجي على 10 دور بعدونا في الدور بعدين ودونا في نتفة ودونا يعني في نتفة فيها كركار وغرفة ونيمونا عبدونا زي هيك صار يخبطوا علينا طول اللي بدير علينا مية وإلا اليوم الصبح بقولوا يلا قوم قومونا ورمونا بين بس بعد ما رمونا وصلنا وين وصلنا شارع الكركار بعد 10 دقايق وصلنا هناك اللي بتنزل ايش قنبلة على الشباب اللي كانوا معايا محمد الله انا كنت قدام نزل الصاروخ من 6 انفار 7 انفار استشهدوا اللي كانوا معانا جوا محبسين وشاو والحمد لله طلع فينا حياة وهذول اللي أخذوهم الناس وسعفوهم أو في ابن عمي لسه ما طلعهوش اسمه محمد أبو طاهر معلوش حاجة يعني ولد صغير باخده معايا يترزق مرته بدها تولد قال لي خذني معاك يعني بعطيه 100 شيكل بعطيه 200 برزق لأولاد أنا يعني الناس بتأمني وباني بعملي هالبضاعة إمكانية معنا رحنا عنا من العربية بلف السيارة لف علينا بالجيب وقف مسار أخرى علينا ورفع يدينا رفعنا يدينا وأرجف ودخلنا الجيب وأخذنا مع الطور ودونا على بيت فرفع حتى مش على السجن بيت فرفع وحققوا معنا هنا ضربوا منهم فينا بعدين تاني يوم أخذونا ثالث يوم أخذونا على معبر أبو سالم حطونا هنا كم يوم الكفوة هي عندهم؟ اليوم حوالي 5 أيام واليوم ايش صار معكم اثناء العودة؟ ضلهم يضربوا فينا وقعدونا في الشمس يمكن 3 ساعات طلعونا في السيارة ونزلونا فينا في الشمس وركبونا في السيارة وزقوا فينا من العربية وبرهنا على الرمل بصير وجهك في الرمل وهذا لما يقومك بصير يزق فيك من البورد تبعه بوم 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 وبقومونا وشدونا بالهيلة وبقبضونا في السيارة وقصفوكم بعد ما مشيتوا بعد ما طلعنا صارت الضربة حوالي بعيد عنها 150 متر ضربت الناس ضعفت الناس اجت الناس في شهداء كان في اصابات احنا شردنا على طول انا والولد شردنا اجت سيارة جبنا فيها ضربنا في الاصابات سيارتين مرسيدس جابوهم على مستشفى ناصر